الجوية. أوبيليس أينما كنتم. تتابعي قناة الجزائرية، وأنا أهلا وسهلا بكم دائما في موعدكم معنا الصورات تاع حوالي الطقس. نشرتنا لنهار اليوم اللي نبدأوها بهذه الصورة لشلال سيدي واضح المتواجد بولاية تيارت. إذن وين الحال غدوة إن شاء الله في تيارت؟ راح يكون مشمس جميل، إذن درجة الحرارة توصل حتى 40 درجة محليا مع المساء. أما بالنسبة لباقي ولاية الوطن بحول الله أجواء صافية مشمسة، سحب أقول عفوا عابرة من النوع العالي المتوسط على السواحل كذا على المناطق الداخلية بدون فعالية، تبقى أسماء صافية تماما على كل المناطق الجنوبية. أما بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا المرتقبة لصبيحة الغد بحول الله، خاصة مع الفجر، إذا نسجلوا بحول الله 22 درجة على مدن الأوراس، أيضا على العاصمة وضواحيها، 23 على كل السواحل الشرقية وحتى على قسنطينة، 24 على المدن الداخلية الوسطى، 25 في البيض مشرية ونعامة، 30 إلى 31 على أبواب الصحراء، توصل حتى 33 في أعلى مقياس أقول في وسط الصحراء، أيضا نفس المقياس في صحراء تنزروف، 28 في أقصى الجنوب، 25 في إليزي، أيضا في تمن راست. أما بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة لظهيرة الغد بحول الله، إذا عموما بدون تغيير، تبقى السماء صافية مشمسة، سحب أيضا عابرة من النوع العالي المتوسط على المدن الداخلية والساحلية دائما بدون فعالية، واسماء صافية تماما على المناطق الجنوبية. أما بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى المرتقبة لنهار الغد خاصة مع الظهيرة، إذا توصل 32 حتى 36 درجة محليا على العاصمة وضواحيها، 37 على السواحل الغربية، 38 على السواحل الشرقية من جهة كيكدعنا عنابة جيجل حتى على القالة، نفس المقياس في تيزي وزوفي البويرة، توصل حتى 41 درجة في قسنطينة سوق هراس، 43 في شلف معسكر غيليزان، مرتفعة أيضا على الهضاب العليا 38 إلى 39 درجة محليا على المناطق الصحراوية، توصل حتى 48 درجة محليا على صحراء تنزروف، نفس المقياس في الواحات، 44 على غردية، 46 في وسط الصحراء، 42 درجة في إليزي، 43 إلى 45 من تندوف حتى البن عباس، و 42 في أقصى الجنوب الجزائري على برجباجي مختار عين قزام عين أزوا و تنزاوطين. أما بالنسبة للملاحة والصيد البحري، إذا البحر لنهار الغد راح يكون على عموم هادئ من مرسى بالمهيدي حتى للعوانة، سرعة الرياح ما بين 10 حتى 15 كيلومتر في الساعة، وقليل الاضطراب محليا على قال سرعة الرياح توصل 20 كيلومتر في ساعة. هذه الرياح راح تكون باتجاهات مختلفة على السواحل الجزائرية. نختمها كالعادة مشاهدينا أيضاً بالمعلومات الفلكية لنهار الغد الخميس 8/8/2019، دائماً الشروق والغروب على العاصمة وضواحيها. شكراً على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء. قدمت لكم الأحوال الجوية. أوبيليس